السخية. شكرا لمكتب المعجزة النادرة أيضا اللي تبرع بشهر رمضان للأخوة المشاركين والمتابعين وأهل الهجن. هكذا التواصل مستمر مشاهدينا ومتابعينا الأعزاء في كل مكان. وأعلنت انطلاقة الشوط السابع الخاص للبكار المشتركات مسافتنا هي 1500 متر المقدمة، وصدارة الشحانية وسالم بن حمد المحميد من يخدم الشحانية، ولكن درة وصلت علي بن خالد العطية بقيادة سعود بن علي بن سلعان ثالث الأسماء. وصل التشريف ومبارك بن محمد بن مبارك من يشرف بهذا الشوط يا بن مبارك. وصلت هنالك وصلت بلشة وصلت هنالك الله شلة، وخالد بن علي بن جمع الكعبي من يقدم لنا شلة بهذا التحدي. ولكن دخول مباشرة الشاحنية ومحمد بن صالح العتيبي قادم، ولكن وصلت بشاير وبشر سارة فاران بن عتيق بن قريع مع بشاير وخامس الأسماء. وصلت هنالك الفائزة وعلي بن حمد الغيساني، ولكن برجع إلى المقدمة وإلى الصدارة الشاهينية ومحمد بن صالح العتيبي وبشاير. وصلت فاران بن عتيق بن قريع من يقدم بشاير بهذا التحدي، ولكن الغادمين رافعين راية نحن واصلين، ولكن نحن وصلنا 200 متر أخير الشاهينية ومحمد بن صالح العتيبي وبشاير. ولكن العتيبي أثبت في هذا الصباح الجميل هنالك الشاهينية ومحمد بن صالح العتيبي. سلام يا العتيبي بسلام. سلام يا الشاهينية، سلام الشاهينية، سلام يا العتيبي. ثالث الأسماء وصلت بشاير فاران بن عتيق بن قريع، ثالث الأسماء الفايزة وعلي بن حمد الغيساني. توقيت الزمني مشاهدينا ومتابعينا الأعزاء في كل مكان، ساعة وصول الشاهينية لخط النهاية صالح محمد بن صالح العتيبي 2:08:84 جزء. تهانينا للعتيبي في هذا الصباح الجميل، تهانينا لجميع الفائزين مشاهدين.